هذه الفراشة كور بابيون، هذه الكتروفان تاع الهواء. عندنا من هنا هذه التربو والكتروفان تاعو، التربو هذا من لوط يسموه تربو بالكلية. هذايا عندنا هذه مضخة الديزل اللي هي بومب اش بي، والماركة هذه سيمنز مش بوش. الموتور هذا سموه سيمنز مش بوش. عندنا هذايا حساس الهواء اللي هو اسمه ديبيمتر اللي يقيس الهواء. عندنا هذايا البومب فيد وبومب غازوال في نفس الوقت، تعمل بومب فيد وفما اللي تعمل بومب غازوال وفما اللي لا، فما اللي تعمل بومب فيد برك. عندنا هذايا طبعا كل الحساس نتاع قياس الديزل كابتير ديبريسيون غازوال. هذايا من هنا عندنا طبعا هذه البارتي هذه فيها الشان، فيها الكاتينة، هذا فلتر المازوت، هذا مقياس نتاع الزيت. عندنا طبعا حساس الاربكام نتاعها يجي تحت الغطاء هذا حدا الكاتينة.